طبعا انس صديقتي يعني من وانا صغيره جدا، اعرفها من وانا عندي 14 سنه، تعرف عيلتي كويس، اعرفها كويس، شخصيه جميله جدا. فعلى طول لما بعوز اسالها على حاجه بتديني نصايح او بتديني يعني بتديني اي حاجه انا بسالها عليها. حتى لما سالتها نلعب دابلز مع بعض قالت لي اه طبعا، looking forward to it. فطبعا it's a good feeling to feel، يعني احساس حلو ان انت تحس الدعم ده من حد بيلعب في التور، بالذات لو عربي، وبيديك hope. فطبعا احساس حلو ان انس is around all the time.